السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده يخليك تكتب انت قصة بسهولة شديدة جدا، تمام؟ طيب خلينا نقول له مثلا كويك ستارت. فبيقول لك انت عايز القصة بتاعتك تكون بتتكلم عن ايه مثلا. طيب انا مثلا زومبي مثلا. طب الكاركتر بتاعتك ساينس. طيب هل هو حاجة ثابتة يعني خطوات هدوس على دي هتطلع دي؟ لا. طيب خلينا نكتب له مثلا اسم، تمام؟ طيب هيبدا يعمل قصه ما حدش كتبها قبل كده خالص، ودي نقطه خطيره ان الذكاء الاصطناعي ممكن يكون فاهم هو اصلا بيعمل ايه. يعني زي ما بتقول بيسجل، ابسط حاجه ان هو بيسجل في التكست ان انت مثلا اول ما تلاقي الكلمه دي يبقى الكلمه اللي بعديها تحصل ايه. طيب مثلا ران، هو بيقول لي المفروض ان هو يعمل ايه، فكتبت له رن. فهو بيشوف في القصص لما بيلاقي رن بيحصل ايه، فبيبدا يعمل احداث بناء على القصه ديت. يعني الذكاء الصناعي ما فيهوش ذكاء، مش الذكاء البشري، مش زي الذكاء البشري، مش زي. لكن يعني على سبيل المثال لو انا قلت له مثلا صباح الخير، فهو بيشوف التكست لما بيكتب صباح الخير ايه الكلمه اللي بتكتب بعديها، تمام؟ وهكذا. فلازم ندرك ابعاد الذكاء الصناعي ونستفاد منه. هو مثلا بيقدر يراجع اكواد وطلعت الاخطاء الموجوده، جميل جدا. يعني انا ما بقولش ان هو هنهاجمه ونقعد نغلط فيه وخلاص، لا اهو. بس صدقني لو انت خدت القصه دي وبعتها للنشر هتفشل. لازم انت تقراها كذا مره وتشوف ايه نقطه القوه وتشيل نقطه الضعف وتاخد الكلام وتوديه على البرنامج اللي بيرسم وهكذا. هو بيسالني بقى ممكن يعمل ايه بعد كده. ريد، على فكره انا مركز في الكلام اللي بقوله فمش مركز ايه اللي هو كتبه، تمام؟ بس انا جربتها كذا مره فلقيته ممكن نطلع منه قصه حلوه، تمام؟ طيب خليه يروح مصر مثلا، جو تو ايجيبت. تخيل احنا بنغير مسار الاحداث كلها. فممكن نكتب قصص وسيناريو وافلام كل اللي احنا عايزينه. هو راح على الكوبتر اللي راح على مصر، تمام؟ طبعا انا زنقته باحداث، يعني هو كان ماشي مسار معين وانا اديته مسار تاني خالص، تمام؟ تقدر في اي لحظه تعمل ايديت وتعدل، تمام؟ لو الكلام مش عاجبك، تمام؟ تقدر تعمل ميمو وتحط مذكرات وتشوف. يعني في شويه امكانيات حلوه ان انت تحسن القصة اللي انت بتعملها ديت.